عائلة تشيتك بالدار؟ تفضل حضرة الشرطي، أنا أبوها. أنا يلي عملتها، أنا قوست البنت بالغلط، كنت عم نظف سلاحي. شو بتكون إلها؟ أنا عمها. تفضل على المغفر لناخد إفادتك، وأنت كمان. ما بصير نستنى لتخلص العملية؟ هو عملها وعمها رح يشيل القضية، واضحة؟ طبعاً، هو بيدخل السجن؟ رح يدخل أخوه بداله. وما رح ينحبس كتير كمان، رح يعتبروها حادث. شو هالبلوة هيا؟ شو هالبلوة؟ وانت كمان رح ياخدوا إفادتك سواش، حضر حالك، لأنك بالقانون انت جوزة لتشيك. اخ يا تشيك قومي، شدي حالك وقولي انه ابوك قوصك. فوتوها لهون، بسرعة بسرعة بسرعة. كتير منيح. أخذوا أبوها وأخذوا عمها يا بولاط، أنا شو بدي أعمل بيت لحالي؟ أكيد ما رح يوقفون كتير بالنظارة، لا تشغل بالك. طمني دكتور، بنتكن محظوظة كتير، رصاصة لو شوي صغيرة كانت فاتت بالقلب مباشرة. وشلون وضعها؟ نحن عملنا اللي بيطلع بإيدنا، بس لسه في خطر على حياتها. نعمة خانو، نعمة خانو، نعمة خانو، جيبوا مي بسرعة. في شي تحسن بوضعها؟ لا، على حالها. وين أمها؟ نايمة، أنا أصريت عليها مشان تروح تنام. أخذت الشرطة إفادتهم؟ وإفادة نعمة خانو. والنتيجة؟ جمال رح يتحول على المحكمة، هو اللي حملها. تعتقد اللي قالوه صحيح؟ ما بعرف خالي، هذا اللي قالت لي إياه بالحرف نعمة خانو مع التليفون. كان ابن حماية عم ينظف سلاحه وأنا كنت بالمطبخ، سمعت صوت قواص، جيت لقيت بنتي غرقانة بدمها. ورأيك؟ أحمد مورو عملها. شلون وضعها دكتور؟ أحسن شوي وبلشت تتماسل للشفاء. بقدر فوت لعندها؟ بس خمس دقايق. ماشي. انت رح تعيشي تشيكي.